قال أبو نعيم حدثنا أبو مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عفان وعكرمة قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثني أبو تميمة عن عمرو ولعله قد يكون قال البكالي يحدثه عمرو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا فخط لي خطا فقال كن بين ظهر هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجت هلكت فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة. طريق أخرى. قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن قال أجل قال فكيف كان فذكر الحديث وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط عليه خطا وقال لا تبرح من هذا فذكر مثل العجاجة السوداء فغشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذعر 3 مرات حتى كان قريبا من الصبح. فذعرك؟ أي نعم. فذعر 3 مرات حتى كان قريبا من الصبح أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنمت؟ فقلت لا والله ولقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول اجلسوا. فقال صلى الله عليه وسلم لو خرجت لم آمن أن يتخطفك بعضهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ قلت نعم رأيت رجالا سودا مستشعرين ثيابا بيضا. رأيت رجالا سودا مستشعرين ثيابا بيضا مستشعرين ثيابا بيضا. قال صلى الله عليه وسلم أولئك جن نصيبين سألوني المتاع والمتاع الزاد فمتعتهم بكل عظم حائل أو بعرة أو رو كل عظم حائل حائل أي نعم. نعم. قال تحتي متغير قد غيره البلاء أو بعرة أو روثة. فقلت يا رسول الله وما يغني ذلك عنهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ولا روثا إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت فلا يستنقين أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على قدرة الله العظيم إن الله على كل شيء قدير. يعني هذا العظم أكل صار عظم ثم بعد ذلك الله تعالى يعيد عليه اللحم الذي أكل. الله على كل شيء لا يعجز شيء. وكذلك البعرة تكون علف لدوابهم يعود له حبها الذي أكل. الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سبحان الله العظيم. نعم. صلى الله عليه. طريق أخرى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السنجة بالعظم والروث لئلا يفسدها عليهم. لأن السنجة بالعظم أفسده عليهم وكذلك الروث. ولأن قال العظم ولأن السنجة ولأن العظم أيضا لا ينقي هو أملس. وكذلك لا يستنجى بالمحترم وبالطعام كل هذا محرم. يحرم على الإنسان أن يستجمر بالروث وبالطعام لئلا يفسده على إخوانه من الجن. ويحرم عليه أن يستنجي بالطعام أو بشيء محترم لأن هذا محرم. وإنما يستنجي بالأحجار بالحجارة وبالتراب خشب
وفي مناديل الورق الخشنة. أما الزجاج هذا أملس فلا يفيد. نعم. أحسن الله إليك. طريق أخرى، قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو محمد ابن يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا روح بن صلاح قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نفرا من الجن 15 بني إخوة وبني عم يأتون الليلة أقرأ عليهم القرآن، فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فخط لي خطا وأجلسني فيه وقال لي لا تخرج من هذا، فبت فيه حتى أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السحر في يده عظم حائل وروثة وحمة وحمة وحممة يعني فحمة يعني أو حممة. نعم. روثة حممة وحممة وحممة نعم. وروثة وحممة. فقال إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنجي بشيء من هؤلاء. قال فلما أصبحت قلت لأعلمن حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فرأيت موضع مبرك 60 بعيرا. الله أكبر. طريق أخرى، قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن المستمر بن الريان نعم شبر عن شبر الشمر عن الشمر عن الشمر بن الريان. طيب بس علي ساعة تصحيح. لا عندي المستمر. ها أنا عندي المستمر ما في تصحيح. أحط شغلي عنده شمر أحط المستمر عنده مستمر عنده شمر حتى يراجع. قل في نسخة كذا قل في نسخة. عن المستمر بن ريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط لي خطا ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه، فقال سيد لهم يقال له وردان أنا أرحلهم عنك، فقال إني لن يجيرني من الله أحد. أنا أرحلهم عنك أنا أرحلهم عنك فقال إني لن يجيرني من الله أحد. طريق أخرى، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان بن أبي فزارة العبسي قال حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كانت ليلة الجن قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ قال قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث زيد به. طريق أخرى، قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يا معك ماء؟ قال معي نبيذ في إداوة. فقال صلى الله عليه وسلم اصبب علي فتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله شراب وطهور. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وقد أورده الدارقطني من طريق آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا ضعيف، فيها أنه استنجى بالنبيذ وهذا ضعيف، وفي ابن لهيعة فلا يصح
النبيذ ليس ماء وإنما هو شراب، وإنما عصير نبيذ ماء، وإنما يتوضا بالماء المطلق، هذا ليس ماء مطلقا وإنما نبيذ، هذا ضعيف لا يصح. إيش قال عليه؟ قال عليه قال أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لما قيل في ابن لهيعة، وأخرجه الدارقطني وأعله بابن لهيعة. نعم لا يصح، لا يصح الوضوء بالنبيذ، نبيذ وماء الفواكه والعصير ليس، لا يصح الوضوء، لأن هذا شراب وليس ماء، وإنما يتوضأ بالماء المطلق. نعم. المستمر بن الريان قال في تهذيب التهذيب، روى له مسلم وابو، اخرج له مسلم وابو داود والترمذي. ها قال ايش؟ صلى الله عليه. قال الحافظ بن حجر نسمع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب في ترجمة المستمر ابن الريان، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هو المستمر ابن الريان الأيادي الزهراني أبو عبد الله البصري العابد، رأى أنسا وروى عن أبي نظرة العبدي وأبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي وغيرهم، وعنه شعبة والقطان وزيد بن الحباب وعبد الصمد بن عبد الوارث وأمية بن خالد وعثمان بن عمر بن فارس وأبو عاصم ومسلم إبراهيم وعمر بن مرزوق وغيرهم. قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد ثقة، وكذا قال عبد الله بن أحمد عن أبيه، وزاد شيخ، وإسحاق بن منصور عن ابن معين، وقال سليمان بن منصور الفزاري حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المستمر بن ريان وكان صدوقا ثقة، وقال النسائي ثقة وكان من الأبدال، وذكره ابن حبان في الثقات. قلت وقال الحاكم ثقة، وقال أبو بكر البزار مشهور. مستمر بن ريان عندك؟ شوف الراوي عنه ابن الجوزاء، هو هذا انه يروي عن ابن الجوزاء. نعم. وروى عن عثمان بن عمر. مستمر بن ريان النسخة الثانية في ايش؟ مشمر. مستمر. نعم. السلام الله عليكم. طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبي عمينا عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن، فلما انصرف تنفس فقلت ما شأنك؟ قال نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود، هكذا رأيته في المسند مختصرا. قال عليه. قال أخرجه الإمام أحمد وقال محققوه حديث شبه موضوع. نعم. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ونقله عن ابن عراق في تنزيه الشريعة. وعلته في ميناء وميناء وهو كذاب. صلى الله عليه. نعم. الحافظ رحمه الله كيف ذكره ولا تكلم عليه. نعم. وقد رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة فقال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت لي نفسي يا ابن مسعود، قلت استخلف، قال من؟ قلت أبا بكر، قال فسكت ثم مضى ساعة فتنفس، فقلت ما شأنك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال نعيت لي نفسي يا ابن مسعود، قال استخلف، قال من؟ قلت عمر، فسكت ساعة ثم مضى ثم تنفس، فقلت ما شأنك؟ قال نعيت لي نفسي، قلت فاستخلف، قال صلى الله عليه وسلم من؟ قلت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين. وهو حديث غريب جدا وأحرى به ألا يكون محفوظا، وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنريده. وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة
على ما سنورده إن شاء الله تعالى. لا صح، صوم لا صح، هذا باطل. الموضوع نعم ميناء كذاب يضع الحديث الأقرب له كما صلى الله العافية، حديث باطل لا يصح. نعم في استخلاف علي وسهل قال أنه عتل نفسه هذا لا يصح. نعم أحسن الله. فإن في ذلك الوقت كان في آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس قال وبتقدير صحته نعم، فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة نعم، على ما سنورده إن شاء الله تعالى. فإن في ذلك الوقت كان في آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضا في دين الله أفواجا، نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لكنه لا يصح. نعم وهي السورة التي نعت نعت نفسه الكريمة أو نعيت نفسه الكريمة فيها إليه، كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ووافقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ورد في ذلك حديث سنورده إن شاء الله تعالى عند تفسيرها والله أعلم. وقد رواه أبو نعيم أيضا عن الضبري عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن علي بن الحسين بن أبي بردة عن يحيى بن سعيد الأسلمي عن حرب بن صبيح عن سعيد بن سلمة عن أبي مرة الصنعاني عن أبي عبد الله الجدلي عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكره، وذكر فيه قصة الاستخلاف، وهذا إسناد غريب وسياق عجيب. تكلم عليه تحت نفس الحديث السابق نفس باطل الحديث لا يصح. نعم نعم يعرف لا صح بعده. أحسن الله عليك. وطريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن علي بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط حوله فكان أحدهم مثل سواد النخل وقال لا تبرح مكانك فأقرئهم كتاب الله، فلما رأى المرعى قال كأنهم هؤلاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ما فلما رأى المرعى أي نعم قال كأنهم هؤلاء نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ما قلت لا، قال أمعك نبيذ قلت نعم فتوضأ به. وهذا صلاة صح يعني بزيد مجدع. نعم طريق أخرى مرسلة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني قال أخبرنا أبو حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن قال هم 12,000 جاءوا من جزيرة الموصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أنظرني حتى آتيك، وخط عليه خطا وقال لا تبرح حتى آتيك، فلما خشيهم ابن مسعود رضي الله عنه كاد أن يذهب فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبرح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة. لو ذهبت لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة. شكرا عليه. قال سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب، ولإرسال عكرمة لأنه لم يسمع من ابن مسعود. لا صح. نعم طريق أخرى مرسلة أيضا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن قال ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني، فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة، فقال رجل يا رسول الله إن ذاك لذو ندبة، فأتبعه ابن مسعود رضي الله عنه أخوه ذيل، قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون وخط عليه وخط على ابن مسعود خطا ليثبته بذلك، قال فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشي في دفوفها فجعلت
أهالت أهابط أهال أهال نعم أي أخاف قال تحت نعم لا مش. وأرى أمثال النسور تمشي في دفوفها وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا القرآن. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما اللغط الذي سمعت؟ قال صلى الله عليه وسلم اختصموا في قتيل فقضي بينهم بالحق. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال سنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع ابن مسعود. فهذه الطرق كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن قصدا فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل، وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. نعم هذا ثابت، ذهب إلى الجن وقصده وتلا عليهم القرآن وشرع لهم، هذا ثابت. لكن الحديث أكثرها ضعيف كما سبق، فيها زيادات. لا. أما هذا المقدار لا يهتم، القرآن كافي. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا. الآية دلت على هذا، والحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس، ذهب إليهم وقرأ عليهم القرآن وسألوه الزاد وسألوه العلف الدواب، كل هذا ثابت في القرآن وفي الحديث الصحيح. نعم صلى الله عليه. وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم بعد ذلك وفدوا إليه، كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه. يحتمل إيش؟ وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم بعد ذلك وفدوا إليه، كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم، وإنما كان بعيدا منه ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه، ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. هذه طرق ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. هذه طريقة البيهقي. نعم مسعود خط له خطا واجلس في مكان بعيد. ايش عاد وأما مسعود فلم يسمع المخاطبة. ايش وأما ابن مسعود فإنه لم يسمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم، وإنما كان بعيدا منه ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه، ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. هذه طريقة البيهقي. وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه ولا غيره، كما هو ظاهر السياق رواية الأولى من طريق الإمام أحمد وهي عند مسلم، ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى، والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه ولا غيره، كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد وهي عند مسلم، ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى، والله أعلم. كلهم محتمل كلام. نعم. كما روى ابن أبي حاتم في تفسير قل أوحي إلي من حديث ابن جريج قال عبد العزيز بن عمر أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى، وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين. وتأوله البيهقي على أنه يقول فبتنا بشر ليلة بات بها قوم على غير ابن مسعود رضي الله عنه ممن لم يعلم بخروجه إلى جن، وهو محتمل على بعد، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا الحسن ابن سفيان قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده سعيد بن عمرو قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإداوة لوضوئه وحاجته
فأدركه يوما فقال من هذا؟ فأدركه يوما نعم فقال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. قال صلى الله عليه وسلم ائتني بأحجار أستنجي بها ولا تأتني بعظم ولا روذة. فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته، فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروثة؟ قال صلى الله عليه وسلم أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد، فدعوت الله تعالى لهم أن لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوه طعاما. أخرجه البخاري في صحيحه عن موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحيى بإسناده قريبا منه. فهذا يدل على ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك، وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يدل على تكرار ذلك. وقد روى ابن عباس غير ما روي عنه أولا من وجه جيد، فقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية، قال كانوا 7 نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله رسلا إلى قومهم. فهذا يدل على أنه روى القصتين. قال عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية، قال كانوا 7 نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله رسلا إلى قومهم. فهذا يدل على أنه روى القصتين. روى القصتين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا رجل سماه عن ابن جريج عن مجاهد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية. عن مجاهد. أي نعم. عن مجاهد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية، قال كانوا 7 نفر 3 من أهل حران و4 من أهل نصيبين، وكانت أسماؤهم حي وحيي وحسي ومنسي وساسر وناصر والأزد وأبيان والأحقم. كل هذا الله أعلم في هذا الأسماء، ما في يدل على هذا، ولو كان فيه فائدة ذكره لنا. المهم أنه قرأ عليهم القرآن وعلمهم الأحكام، أما أسماءهم فالله أعلم. نعم. وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال لهم بنو الشيصان، وكانوا أكثر الجن عددا وأشرفهم نسبا، وهم كانوا عامة جنود إبليس. كل هذا. نعم. وذكر من؟ أبو حمزة بس. وذكر الثمالي. ذكر أبو حمزة. أي نعم. ليش؟ الثمالي أو الثمالي أنهم أن هذا الحي من الجن كان يقال لهم بنو الشيصان أو الشيصان، وكانوا أكثر الجن عددا وأشرفهم نسبا. والله أعلم. نعم. وهم كانوا عامة جنود إبليس. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه كانوا 9 أحدهم زوبعة أتوه من أصل نخلة، وتقدم عنهم أنهم كانوا 15، وفي رواية أنهم كانوا على 60 راحلة. وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان، وقيل كانوا 300، وتقدم عن عكرمة على أنهم كانوا 12,000. فلعل هذا الاختلاف دليل على تكرار وفادتهم عليه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد قال إن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه هكذا إلا كما يظن، بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني، أو أن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل، فدعي له فقال له ذلك، فقال ما رأيتك اليوم كاليوم استقبل به رجل مسلم.
قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. أو فما أعجب أول الحديث محمد أول الحديث قال البخاري في صحيحه. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد قال إن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لا أظنه هكذا إلا كان كما يظن. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل فدعي له. فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. يعني كان هذا له يقول أنا مسلم يعني وكان في الكاهن في الجاهلية لكن هذا شيء مضى ولا يحب يستقبل مثل هذا. نعم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت لم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. أبيات. نعم. قال عمر رضي الله عنه صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فوثب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. هذا سياق البخاري. وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه. ثم قال وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر رضي الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح. وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر رضي الله عنه. والسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه والله أعلم. وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه وهذا الرجل هو سواد بن قارب. وقد ذكرت هذا مستقصا في سيرة عمر رضي الله عنه فمن أراده فليأخذه من ذم ولله الحمد. وقال البيهقي حديث سواد بن قارب ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني قراءة عليه قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفي قال حدثنا زياد بن زيد بن بادوي قال حدثنا أبو بكر القصري قال حدثنا محمد بن النواس الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال رضي الله عنه قال بينما عمر الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال أيها الناس أفيكم سواد بن قارب؟ قال فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال أيها الناس أفيكم سواد بن قارب؟ قال فقلت يا أمير المؤمنين وما سواد بن قارب؟ قال فقال له عمر رضي الله عنه إن سواد بن قارب كان بدو إسلامه شيئا عجيبا. قال فبينما نحن كذلك اطلع سواد بن قارب قال فقال له عمر رضي الله عنه يا سواد حدثنا ببدء إسلامك كيف كان؟ قال سواد رضي الله عنه فإني كنت نازلا بالهند وكان لي رأي من الجن. قال فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك قال قم فافهم واعقل إن كنت تعقل. قال بعث رسول من لؤي بن غالب
ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وأنجاسها وشدها العيسى بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأرجاسها، فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها. قال: ثم أنبهني فأفزعني وقال: يا سواد بن قارب، إن الله بعث نبيا فانهض إليه تهتدي وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني، ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وتطلى بها وشدها العيسى بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس قدامها كأذنابها، فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى قابها. إلى قابها. قابها. نعم. إيش الأبيات هذا الأبيات؟ عجبت للجن وتطلى بها وشدها العيسى بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس قدامها كأذنابها، فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى قابها. تطلى بها طلبها. هذا السواد هذا من اللي أنشده رأيه، يقول صاحبه من الجن. نعم. فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني، ثم قال: عجبت للجن وتخبارها وشدها العيسى بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس ذو الشر كأخيارها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، ما مؤمن الجن ككفارها. عجبت في الجن وعيسى يعني إبل، الإبل له إبل يثن على الإبل إلى مكة. نعم. قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام. الله أكبر. من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. قال: فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي، فما حللت تسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالمدينة يعني مكة، الله والناس عليه كعرف الفرس، كعرف الفرس. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك يا سواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بك. قال: قلت: يا رسول الله، قد قلت شعرا فاسمعه مني. قال صلى الله عليه وسلم: قل يا سواد. فقلت: أتاني رأي بعد ليل وهجعة، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالبي، فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت دعلب الوجناء عند السباسب، فأشهد أن الله لا شيء غير أن الله لا شيء غيره فأشهد أن الله لا شيء غيره وأنك مأمون على كل غائب، وأنك مأمون على كل غائب، خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، إن كان فيما جاء شيب الذوائب، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن السواد بن قاربي. الله أكبر. هذا البيت السر به النحات، وكل شفيعا يوم يذكر الشاب العقيد لحاته في البيت، كل شفيع يا ولد الشفاعة. نعم. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال لي: أفلحت يا ابن سواد. فقال عمر: هل يأتيك رأيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن. هل يأتيك رأيك الآن؟ نعم. فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني، ونعم العوض كتاب الله من الجن. الله أكبر. ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين. الإشكال عليه خليجه ما أرجع، بس دلائل النبوة بس ما قالنا في مسلم أول. لا، البيهقي الأول اللي قبله في مسلم، وهذا ما تكلم على تخريجه.
لا هنا بس حال على دلائل النبوة. نعم ايش بعده؟ يحسن الله عليك، قال اسناده ضعيف. هذا؟ نعم قال اسناده ضعيف زياد وشيخه لم اجد لهما ترجمة. الاول اصله في مسلم ها؟ الاول اللي هو في البخاري. البخاري؟ اذا مر بي رجل جميل. في البخاري ومسلم؟ لا البخاري اللي ابن كثير قال هو البخاري في صحيحه اللي هو قال لما ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. نعم قصة عمر. نعم قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعم. ومما يدل على وفادتهم إليه صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة. حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبدة المصيصي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن أسلم أنه سمع أبا سلام يقول حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي قال أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت له حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن. حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن، فقال أجل. قلت حدثني كيف كان شأنه، فقال إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل يعشيه، وتركت فلم يأخذني أحد منهم، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا، فقلت أنا ابن مسعود، فقال صلى الله عليه وسلم ما أخذك أحد يعشيك، فقلت لا، فقال صلى الله عليه وسلم فانطلق لعلي أجد لك شيئا. قال فانطلقنا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة أم سلمة رضي الله عنها فتركني قائما ودخل إلى أهله، ثم خرجت الجارية فقالت يا ابن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد لك عشاء فارجع إلى مضجعك. قال فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدته والتففت بثوبي، فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الجارية فقالت أجب رسول الله، فاتبعتها وأنا أرجو العشاء حتى إذا بلغت مقامي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عسيب من نخل، فعرض به على صدري فقال صلى الله عليه وسلم انطلق أنت معي حيث انطلقت. قلت ما شاء الله، فأعادها علي 3 مرات كل ذلك أقول ما شاء الله فانطلق. وانطلقت معه حتى أتينا بقيع الغرقد، فخط صلى الله عليه وسلم بعصاه خطا ثم قال اجلس فيها ولا تبرح حتى أتيك. ثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخل حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت قبله العجاجة السوداء، ففرقت فقلت ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. فإني أظن أن هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس، فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا أبرح مكاني الذي أنا فيه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعهم بعصاه ويقول اجلسوا، فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح ثم ثاروا وذهبوا. فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنمت بعدي، فقلت لا. فقال أنمت بعدي، فقلت لا، ولقد فزعت الفزعة الأولى حتى رأيت أن آتي البيوت فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك، وكنت أظنها هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. فقال لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما أمنت عليك أن يختطفك بعضهم، فهل رأيت من شيء منهم؟ فقلت رأيت رجالا سودا مستشعرين بثياب بيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك وفد جني نصيبين أتوني فسألوني الزاد والمتاع، فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرة.
قلت فما يغني عنهم ذلك؟ قال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل، ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت، فلا يستنقي أحد منكم بعظم ولا بعرة. وهذا إسناد غريب جدا، ولكن فيه رجل مبهم لم يسم. فيه رجل مبهم ضعيف، لكن قد روى الشاهد الحديث السابق. مش بعده. وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد قال حدثني نمير بن زيد القيني قال حدثني أبي قال حدثني حدثنا قحافة بن ربيعة قال حدثني الزبير بن العوام رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد المدينة، فلما انصرف قال أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟ فأسكت القوم ثلاثا، فمر بي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلها، وأفضينا إلى أرض براز، فإذا برجال طوال كأنهم الرماح مستشعرين بثيابهم من بين أرجلهم، فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة. ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم، وهذا حديث غريب والله أعلم. ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم. أفعل هذا باقي طويل الحديث رحمه الله فيها. لا بس رحمه الله صفحة تقريبا سمع سلام الله رحمه الله الحديث حديث ثابت وقصنا واقتصر على الحديث رحمه الله الصحيحة يا بركة. نعم سم نعم يعني ما قيل في الباب حتى الإنسان إذا راجع كتب أخرى قد يراجع كتب أخرى يجد الحديث هذه كثير من الحديث ويذكر علل لها ويذكر يتكلم عليها يذكر ما في الباب ما ورد في الباب. نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني، أو استفاد مالا بعد الإسلام، كان فرض الحج واجبا عليه وإن كان غير مستطيع أن يحج بنفسه. والدليل على أن الاستطاعة كما قاله مطلبينا رحمه الله استطاعتان، إحداهما ببدنه مع ملك ماله يمكنه الحج عن نفسه وماله، والثانية بملك ماله يحج عن نفسه غيره، كما تقول العرب: أنا مستطيع أن أبني داري وأخيط ثوبي يريد بالأجرة أو لمن يطيعني، وإن كان غير مستطيع لبناء الدار وخياطة الثوب بنفسه. نعم، هذه الترجمة فيها تدل على أن الكبير الذي لا يستطيع الحج بنفسه وعنده مال فإنه يحج يريد أن يحج عنه، أما إذا كان مستطيعا بدنه فإنه يجب عليه أن يحج بنفسه. قال: والدليل على أن الاستطاعة كما قال المطلبيون، يعني الشافعي، قصده الشافعي، المؤلف الشافعي، المطلبيون يعني الإمام الشافعي إنه نسبه إلى المطلب. قال: استطاعتان، يعني في قوله الإنسان الحج البيت من استطاع إلى سبيله، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن، فمن توفرت فيه الاستطاعتان المال والبدن وجب عليه الحج بنفسه، ومن فقد الاستطاعة بالمال لا يجب عليه الحج، ومن رجل فقد الاستطاعة بالبدن ووجد الاستطاعة بالمال وجب عليه من يبنى الحج عنه. الاستطاعة بالبدن، استطاعة بالمال، استطاعة بالمال عنده مال يكفيه ذهابا وإيابا زايد عن نفقة أولاده، وعنده قدرة على الحج بنفسه، هذا يجب عليه الحج بنفسه. والثاني عنده استطاعة، عنده استطاعة بالبدن لكن ما عنده استطاعة بالمال، هذا لا يجب عليه الحج، يسقط على الحج. ثاني عنده استطاعة بالمال لكن ما يستطيع الحج بنفسه لكونه مريض مرض لا يرجى بره، أو كونه
كبير لا يثبت على المركوب فهذا يجب أن يجيب من الحج عنه. هذا قصة الخثعمية في الصحيح صحيح البخاري أن امرأة من خثعم جاءت النبي فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحية فحج عنه. قال حج عن أبيك. يجب عليه ولا نعم أنه مريض؟ يجب إذا كان ما يستطيع مرض إذا كان مرض لا يرجى برؤه، أما إذا كان يرجى برؤه فإنه ينتظر. نعم. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال هذا تقول العرب أنا مستطيع أن أبني داري وأخيط ثوبي يريد بالأجرة لأولي من وطوعني، هذا يسمى مستطيع يعني بغيره، وإن كان أنا مستطيع لبناء الدار وأخيط الثوب بنفسي لكنه مستطيع بغيره. نعم. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس والليث وابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر. قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، بعضهم يزيد على بعض. قال الليث وحدثنيه ابن شهاب عن سليمان أو أبي سلمة أو كليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا حديث ثابت في الصحيحين. وكان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، أما من عرفة إلى مزدلفة كان رديف أسامة، رديف أسامة من مزدلفة إلى من 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 عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى، وهذه قصة بعد فيما بعد أردف الفضل. نعم. وفيها أن النبي إنكار المنكر بيده صرف وجهه إلى الشق الآخر لما كان ينظر إليها. نعم. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حاء وحدثنا المخزومي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيينة عن الزهري عن سليمان قال أحسن الله قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر والفضل ردفه فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة هل ترى أن أحج عنه؟ قال نعم. وقال المخزومي غداة جمع وقال أن أحج عنه ولم يقل والفضل ردفه والفضل ردفه ولفظ ابن خشرم في المتن مثل حديث عبد الجبار غير أنه قال أفأحج عنه؟ قال نعم. نعم، الحديث كما سبق لكن لما كان في اختلاف السنة قال سناده صحيح سند الحميدي معروف على قصة الخثعمية وبعض الناس تعلق بقصة الخثعمية وقالوا أنه دليل على السفور وأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وقالوا أن المرأة سافرة لأنها الفضل ينظر إليها ولكن يعني أهل العلم بيّنوا أنها لا يتعلق بهذا من المتشابه لا يتعلق بالأهل الزيغ فلا النصوص تكون النصوص الصحيحة الصريحة وإذا سألتمون تعالى فسألوهن من وراء الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن وقالت في حديث البخاري في قصة الإفك قالت فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب وهو البخاري في الصحيح لكل أحد الصريحة وغيرها في وجوب الحجاب أما هذا فهو مجمل يفسر بما يوافق الأحاديث الصحيحة ما يلزم أن تكون كاشفة قد تكون نظر إليها لعجبه كلامها أو قدها أو كشف الريح شيئا من ثيابها أو ما أشبه ذلك ما يلزم أن تكون
فلا يتعلق بالمتشابه الا اهل الزيغ. قال تعالى: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. ولكن العمده على الاحاديث الصحيحه، وهذا يرد اليها يفسر بما يوافقها. هذا هو الصواب في هذه المساله. نعم. فاذا تعلق احد بهذا الحديث فانه يرد ويبين له. نعم. باب حج المراه عن الرجل. قال: أخبرنا الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد إجازة قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. هذا المؤلف يعني كان قبله تلاميذ له. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي قال: حدثنا عمي قال: أخبرني مالك والليث عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم تستفتيه، قال: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، قال: فجعل يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. نعم. تكرر مؤلف الحديث لاستنباط الأحكام. في الترجمة الأولى ذكر الحديث لدلالة على أن الكبير الذي لا يثبت على الراحلة يحج عنه، وهنا كعادة مرة ثانية يدل على حج المرأة عن الرجل، هي المرأة حجت على أبيها. نعم. كعادة المؤلفين كذا كل يعني السنن الآن كلها بخاري ومسلم وابو داود والترمذي كلهم يكررون التراجم لاستنباط الحديث. اوضح اذا كرر الترجمه لاستنباط الحديث هذا مستقل، اوضح من كونه يكون ترجمه واحده. هذا منهج مسار عليه الائمه السته كلهم. نعم. صلى الله عليكم. باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على اصلنا. قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز عن عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا أبو التياح. وهذا نعم كما معروف هذا الصحيح. نعم. قال: حدثنا موسى بن سلمة الهذري قال: انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، فلما نزلنا البطحاء قلت: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال: قلت يعني لابن عباس رضي الله عنهما: إن والدة لي بالمصر وإني أغزو في هذه المغازي، أفيجزئ عنها أن أعتق وليست معي؟ قال: أفلا أنبئك بأعجب من ذلك؟ أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن تسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وما تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ أفا ولا أما؟ أفيجزئ عنها؟ نعم. تكلم عليها. قال: فقط في المطبوع أما تجزئ، وأثبت في الأصل أفيجزئ. هو الأقرب أفتجزئ عن أمها، استفهام. نعم. أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها، فلتحج عن أمها. نعم. هذا فيه دليل على الحج عن الميت، والأدلة كثيرة. حج عن الميت أدلة كثيرة. إيش قال عليه هناك؟ قال: أخرجه مسلم. أخرجه أبو النسائي. أنا ذكر شلون قال أخرجه النسائي من طريق عمران بن موسى. أخرجه مسلم. نعم. قال: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. نعم. في أحاديث كثيرة، الأحاديث في حج الميت كثيرة. نعم. ثابت. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبده قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
قال فلان جهني: يا رسول الله، إن أبي مات وهو شيخ كبير لم يحج، أو قال لا يستطيع الحج، قال حج عن أبيك. تخريجه على الإسناد صحيح، رواه النسائي عن كلمة ابن عباس. إشكال هذا؟ قال صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني من طريق حماد بن زيد به. نعم، والأدلة في الحج عن الميت كثيرة، وسواء حج الميت عن نفسه أو لم يحج، حج عن الميت يجوز حتى ولو كان الميت حج عن نفسه، وكذلك الحج عن العاجز، عن الحي العاجز وعن الميت، هذا لا في إشكال. أما الحج عن الميت الحاضر فهذا جاز بعض العلماء، يعني حج النفل غير الزيارة عن الفريضة، لكن ظاهر الأدلة المنع. نعم، أحسن الله إليك. في الحديث نعم نعم، حج الميت القادر لا يحج، الصواب أنه لا يحج عنه. نعم، أحسن الله إليك. في الحديث السابق قال: أفيجزئ عنها أن أعتق وليست معي، يعني يعتق عن أمه. أفيجزئ عنها إن والدة لي بالمصر وإني أغزو في هذه المغازي، أفيجزئ عنها أن أعتق وليست معي. سأل عن العتق، قال أنبئك بأعجب من ذلك، سأل عن الحج. نعم، يعني من باب أولى. نعم، العتق مثل الصدقة أحسن الله. مثل الصدقة، ما في إشكال. باب الذي قال ولذلك قال العجب من هذا الحج. نعم، باب الحج عن من يجب عليه الحج بالإسلام أو ملك المال أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر، والفرق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج لمرض قد يرجى له البر، إذ العاجز لكبر السن لا يحدث له شباب وقوة بعد، والمريض قد يصح من مرضه بإذن الله. باب الحج، باب الحج عن من يجب عليه الحج بالإسلام أو ملك المال أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر، والفرق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج لمرض قد يرجى له البر، إذ العاجز لكبر السن لا يحدث له شباب وقوة بعد، والمريض قد يصح من مرضه بإذن الله. نعم، هذا الحج عمن وجب عليه الحج بالإسلام أو ملك المال أو هما معا وهو غير مستطيع الحج ببدنه من الكبر، يعني شخص وجب عليه الحج لأنه مسلم ومالك للمال لكن ما يستطيع الحج ببدنه لكونه كبير السن لا يثبت على المركوب أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى بره، هذا يحج عنه. والمؤلف يقول هناك فرق بين المريض الذي يرجى بره والمرض الذي يرجى. المريض الذي يرجى بره هذا يرجى أنه يشفى بإذنه ثم يحج بنفسه، أما المريض لا يرجى بره ما يؤوس منه. كذلك كبير السن الذي لا يثبت على الرحم ما يؤوس منه، لأن ما يزداد إلا ضعف، كل ما تقدم السن زاد ضعفا، لا يحدث له شباب وإنما يزداد ضعفا. هو المرض بالكبير السن الذي لا يثبت على المركوب، أما الذي يستطيع يثبتها ويمشي أو يحيى فهذا وهو مستطيع فهذا لا بأس يحج إذا كان قادرا بماله. نعم، يظهر هذا عاجز، يعتبر عاجز بهذه المثابة ينزل. نعم، إلا إذا كان يعني يمكن ولا شق عليه يطاف به محمول ويذهب به إلى عرفة ومزدلفة ومنى والسعي يسعى به محمول ولا تضرر ولا مشقة، أما إذا كان يتضرر مشقة فهذا يحج عنه. نعم، هو المقصود إذا كان فيه مشقة في ذهابه للمشاعر وفي ركوبه ومجيئه في سفره
هذا عاجز، نعم حج عنه. نعم. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أخبرنا مالك حاء، وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. نعم، وذكر المؤلف لاستنباط الأحكام في حجة التراجم الآن، كرر لاستنباط الأحكام. نعم. باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة التي ذكرت أنها مجملة غير مفسرة. قال حدثنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا جواز عندك؟ قال في المطبوع الجزار وهو تحريف الجواز بالواو. قال حدثنا يحيى بن أبي الحجاج قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولم يحج ولا يستمسك على الراحلة، وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحجج عن أبيك. هذا ضعيف. حسن بلاغا، رواه الحسن بلاغا، هو ضعيف، الحديث مرسل ليس مرفوعا، رأسي الحسن ضعيفة، وأيضا رواه بلاغا، وكذلك يحيى بن الحجاج ضعيف. نعم. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن أبي الحجاج عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، إلا أنه قال السائل سأل عن أمه. هناك سأل عن أبيه، هنا أيضا كذلك إسناده ضعيف. يحيى بن أبي الحجاج إيش قال عليه عندك؟ قال إسناده ضعيف لضعف يحيى بن أبي الحجاج، أخرجه الحاكم. كلاهما ضعيف، لكن حج المرأة، حج الرجل عن المرأة لا يستطيع الحج فهو ثابت، هذا ثابت بالأدلة الأخرى النيابة لا بأس، لكن هذا اللي استشهد به المؤلف رحمه الله كلاهما ضعيف، الأول مرسل حديث الحسن وضعيف، والثاني كذلك، لكن الأدلة السابقة عامة، الحج على الميت سواء كان رجل أو امرأة، حج الرجل على المرأة، حج المرأة على الرجل ثابت، الحكم واحد، الحديث السابقة حديث الخثعمية وغيره كلها تدل على الجواز، لكن المؤلف رحمه الله لو أتى بالأحاديث السابقة مثل الحديث السابق الحج عن الترجمة السابقة في حديث ابن عباس تعم الحديث هذا، وإن كان عن أمه أنها امرأة عن أمها ماتت ولم تحج، والثاني في الحديث الثاني قال النبي مات وهو شيخ كبير ولم يحج، قال حج عن أبيك، فالترجمة السابقة الحديث السابقة كافية في هذا، وهما ثابتان، الأولى في حج الحج عن أمه، والثاني الحج عن أبيه، وهما صحيحان، هذه الترجمة السابقة كافية، أما ما ذكر في هذه الترجمة لا، الأحاديث لا تصح، الأول مرسل عن الحسن وفي الحجاج، والثاني كذلك ضعيف. نعم. باب العجيب المؤلف رحمه الله
كيف ما استشهد بالحديثين السابقين ومع حجة، حج عن أمه وحج عن أبيه، حج الرجل عن حج الرجل عن المرأة كذلك. نعم، كيف غفل المؤلف رحمه الله عن استدل بالحديثين السابقين واستدل بالمرسل الضعيف. نعم. باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه، والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من أمره أن يحج عن غيره هل حج عن نفسه أم لا، وهذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره لا من لم يحج عن نفسه. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ فقال أخي أو قال قريب لي. قال هل حججت؟ قال لا. قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة. قال أبو بكر في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه أن عليه أن يجعل تلك الحجة عن نفسه. تخريجه. قال صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة وابن الجارود والطحاوي وابن حبان. نعم، هذا في دليل على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، وإذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلبت الحجة فصارت عن نفسه، تنقلب الحجة حتى ولو سأل قال بك عن فلان وهو ما حج عن نفسه تنقلب فتكون عن نفسه هو. الحديث السابق. نعم. نعم، حجت عن نفسها ما في شك. باب النهي. باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه. نعم. والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من أمره أن يحج عن غيره هل حج عن نفسه أم لا. هذا جواب سؤالك، يعني الأخبار السابقة مجملة مسكوت عنها ما سأل. نعم. والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من أمره أن يحج عن غيره هل حج عن نفسه أم لا، وهذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره لا من لم يحج عن نفسه. واضح هذا. نعم. قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخلي أو قريب. قال هل حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج. المؤلف استنبط من هذا، قال في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يكن حج عن نفسه فلا عليه أن يحج تلك الحجة عن نفسه، وقال العلماء تنقلب الحجة عن نفسه. نعم، تكون عن نفسه. نعم. باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. تخريجه سنده صحيح. قال صحيح أن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي. نعم، في دليل على أن العمرة كالحج، فلا يستطيع العمرة لكبر السن يعتمران مثل الحج. أعد. باب العمرة. باب العمرة يعني الذي لا يستطيع العمرة من الكبر. نعم، يعتمران مثل الحج، الذي لا يستطيع الحج من الكبر. حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وقال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. نعم، فالعمرة والحج أمرهما واحد،
فمن عجز عن الحج يحج عنه، ومن عجز عن العمرة يعتبر عنه. نعم. ها؟ النعمان ايش؟ ايش عندك؟ عندي ابن سالم قال انظر تهذيب الكمال. قال في المطبوعة أو قال في؟ قال فقط انظر تهذيب الكمال. ما سالم؟ نعم بس. كذلك في طبعة التأصيل ابن سالم. تكلم شو راجع؟ بس قال انظر كذا. قال فقط انظر تهذيب الكمال. إيه معناه انه صح. سلام. نعم. باب النذر بالحج ثم يحدث الموت بارك. قبل بارك. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. وفق الله جميع طاعته. رزق الله جميع رزق.